السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة الأخبار من قناة المرابطون وتتابعون فيها. المنظمة الشبابية لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تطلق مؤتمرها الرابع في نواكشوط تحت شعار بالشراكة نحقق الريادة. حوادث السير تحصد أرواح المواطنين بشكل شبه يومي، خصوصا على الطريق الرابط بين نواكشوط وبعض مدن الشرق. حملة انتخابية في مالي تمهيدا للانتخابات الرئاسية المرتقبة، حيث يتنافس 24 مترشحا بينهم الرئيس الحالي. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. انطلقت في العاصمة نواكشوط أعمال المؤتمر الرابع العادي للمنظمة الشبابية لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل، وسط مشاركة 300 مؤتمر. وينعقد المؤتمر تحت شعار بالشراكة نحقق الريادة، وينتظر أن يتضمن ندوات ونقاشات حول قضايا شبابية وسياسية مختلفة. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. المنظمة الشبابية لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل تطلق بنواكشوط مؤتمرها العادي الرابع وسط مشاركة ساسة وناشطين حقوقيين موريتانيين ووفود قدمت من دول مغاربية وإفريقية مختلفة. المؤتمر المنظم تحت شعار بشراكة نحقق الريادة شكل مناسبة أبرزت خلالها المنظمة الشبابية موقفها من القضايا السياسية والاقتصادية ووضع الحريات في البلاد، محملة في ذات سياق النظام الحالية مسؤولية ما قالت إنها أزمات على مستويات مختلفة. إن تقاعس السلطات المعنية عن مساعدة المواطنين لتفادي آثار الجفاف ومحاولة التخفيف عنهم بادية لذي رأي، وهو أمر مخجل أن تقف الدولة متفرجة على مأساة يذهب ضحيتها المواطنون وأموالهم. وعلى المستوى السياسي لا يزال الوطن يعيش أزمة سياسية خانقة بفعل رفض النظام لكل محاولات المعارضة لإجراء حوار وطني شامل. ويقول بعض المشاركين إن الشباب العربي يصطدم بتحديات مختلفة، بعضها اجتماعي والآخر اقتصادي كضعف الموارد والبطالة، وهي إشكالات يدعو هؤلاء الشباب إلى مجابهتها والتصدي لها من أجل النهوض بأوطانهم. أنتم يا أبنائي محدودون بواقع، واقع مفروض علينا بحكم فترات التخلف التي تعاقبت علينا، بحكم الضياع، بحكم انعدام القيادات الصالحة، بحكم انسحاب النخبة عن تحمل مسؤوليتها. أنتم يا أبنائي قادرون على أن تحلوا هذه الإشكالات جميعاً. يا أبنائي الشباب إبداع، الشباب معرفة، الشباب بذل، الشباب عطاء. وشهد المؤتمر حضور 300 مؤتمر من مناطق مختلفة من البلاد ومن الخارج، وتابع الحاضرون فيلما يعرض أبرز أعمال المنظمة الشبابية للإصلاح والتنمية وهي تحتفي بعشريتها الأولى. سيد علي ولي أحمد انضمامه لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل. وقال أخصائي العيون ولي أحمد خلال مؤتمر صحفي بنواكشوط إن قراره الانضمام جاء بعد دراسة متأنية ودراسة لواقع البلد على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. بعد دراسة طويلة متأنية للساحة السياسية الحزبية، وبعد تشخيص لواقع البلد الذي يعاني جملة من الاختلالات على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، والتي تتطلب جهدا كبيرا من كل أبناء الوطن المخلصين لتغييره، قررت
أن أضيف خبراتي وتجرباتي خدمة للوطن وإذراء للساحة السياسية. وبعد لقاءات ونقاشات مع جل الطيف السياسي، وبناء على التشخيص الحاصل عندنا للساحة الوطنية، حصلت القناعة. من جانب آخر، قال رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل إن الحزب ظل يرفض منذ تأسيسه الارتهان لما وصفها الخطابات الضيقة القومية والجهوية والقبلية. وعبر أول سيدي عن اعتزاز الحزب بالانضمام الجديد له. هذا وكان حزب تواصل قد شهد خلال الآونة الأخيرة بعض الانسحابات في مدن داخلية. لقد رفضنا منذ بدأنا هذا المسار السياسي ارتهانا للخطابات الضيقة للخطاب القومي من هنا أو من هناك، وللخطاب الجهوي، وللخطاب القبلي، وللخطاب الأناني، وما زلنا على هذا المسار، على هذا الخط. حزب وسطي إسلامي موريتاني. اليوم نتشرف بقامة أخرى من قامات هذا البلد متمثلة في أخينا الأستاذ الدكتور سيدي علي الأحمد بما يمثله من مرجعية تاريخية ومهنية. قضت عائلة موريتانية مكونة من أب وأم ورضيعة في حادث سير وقع بمنطقة بخشيوات غربي العاصمة نواكشوط. وتحصد حوادث السير في موريتانيا خصوصا على طريق الأمل الرابط بين نواكشوط والعديد من مدن الشرق أرواح المواطنين بشكل شبه يومي. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. عائلة موريتانية شابة تنشط عداد الوفيات على طريق الأمل الرابط بين مدينة نواكشوط ومعظم مدن الشرق الموريتاني لمسافة تمتد أزيد من 1200 كيلومتر. سقطت هذه الشاحنة على عائلة المهندس الشاب إبراهام ولبثت وفق شهود عيان بعض الوقت وهي تستغيث، ففارق المهندس الحياة والتحقت به زوجه، أما رضيعتهما فوصلت المستشفى بنواكشوط وهي ما تزال على قيد الحياة. ويقول الدكتور المداوم بمستشفى زايد إن فرص نجاة الثلاثة كانت قائمة، خاصة الرضيعة لو أن فرق إسعاف وصلت مكان الحادث في الوقت المناسب. لذا سافر بنا جري أمس دو أنها جبرة مدة دو أنها جبرة الشكل منه وسحبت في مكان الحادث تعود أنقذت بإذن الله تعالى. حتى أمها أيضا لو أنها جبرة الإسعاف في مكان الحادث ولو أنهم رفعوا الشاحنة في الوقت المناسب. وتكررت خلال الفترة الأخيرة حالات سقوط الشاحنات، غير أن سائقيها يحملون أصحاب السيارات الشخصية المسؤولية. ما يعرف كدلاروت ولا يعرف البانو اللي يوقف عنه، يعرف المنتج ومنت معه. أنا نعود قال عندي أمر 340 طن، أنا سائق عندي 340 طن، نقف للطريق نقفلها الحين شو المنتج قدامه، هيك نطلع حد الطريق لعله يموت به اللي جاي توته الليل تشوف الضوء وتقعد تحس في النهار الدوبة المونتاج يتقابل مع أهل خرجها طالع بهم تسابق يتكرر. تتعدد أسباب حوادث السير في موريتانيا وبتعددها تتعدد آراء الشارع الموريتاني. ولحد يتكيس ويعرف عنه رافد الناس وداي يمشي به مشي ذوك ويعود مشي فوق الطاقة، لكن ما يتواسي شك عنه هو ماشي في الهواء. اللي شفت الوتات الكبار عطاري لهم دي نوفو شوفور، دي شوفور كي أبليك ويلا حد يابليكي كامل ما يعود لاكس. قال من الوتات عند الناس اللي عند الوتات الصغار نين الضايق الواحد ينخلع يكرد الخلع. وتشهد خطوط النقل الطرقي الطويلة في موريتانيا مئات الحوادث سنويا تخلف مئات الوفيات والإعاقات، وقد ارتفعت الحوادث خلال العام المنصرم 2017 بنسبة 246% مقارنة بالعام السابق 2016، حيث توفي خلال العام الماضي 443 شخصاً
في 660 حادثة سير وأصيب 2031 وفق تقرير نشر نهاية يناير من العام الحالي. ورغم شروع السلطات الموريتانية مؤخرا في إعادة تأهيل مقطع نواكشوط بوتليميت من طريق الأمل، إلا أن هذا الطريق لم يتوقف عن حصد أرواح الموريتانيين لعوامل متعددة، منها بطء عملية إعادة تأهيل الطريق وسوء حاله، ومنها ما يتعلق بالسائقين أنفسهم. محمد أحمد الخوية، المرابطون، نواكشوط. في مالي استعدادا للانتخابات 29 يوليو الرئاسية والتي يتنافس فيها 24 مترشحا. وتعتبر الانتخابات الرئاسية المرتقبة في مالي سادس انتخابات رئاسية في البلاد منذ إقرار التعددية السياسية عام 1991. المزيد في سياق هذا التقرير. حملة الانتخابات الرئاسية في مالي تنطلق مساء السبت على عموم تراب البلاد تحضيرا لاقتراع 29 يوليو الجاري، ويتنافس في السباق الرئاسي 24 مترشحا، بينهم الرئيس الحالي منتهي الولاية إبراهيم بوبكر كيتا، وزعيم المعارضة سميلة سيسي، وسيدة أعمال شعارها الانتخابي لقد فشل الرجال فانتخبوا امرأة هذه المرة. وقد عبأت السلطات المالية نحو 11 ألف عسكري لتأمين العملية الانتخابية، بعضهم سيتولى تأمين المترشحين طيلة المسار الانتخابي. ويتنافس المترشحون على حوالي 8 ملايين ناخب، نسبة 15% منهم فقط حصلوا حتى الآن على بطاقاتهم، وسط امتعاض في أوساط المترشحين من تأخر عملية توزيع البطاقات. وتعتبر الانتخابات المرتقبة في مالي سادس انتخابات رئاسية تشهدها البلاد منذ إقرار التعددية الحزبية عام 1991. فقد خاضت مالي أول انتخابات رئاسية لها في عهد التعددية عام 1992، وهي الانتخابات التي فاز فيها ألفا عمر كوناريه وأعيد انتخابه عام 1997. وفي عام 2002 انتخب الماليون الجنرال المتقاعد أمادو توماني توريه وأعاد انتخابه عام 2007. وفي العام 2013 انتخبت مالي الرئيس الحالي إبراهيم بوبكر كيتا الساعي إلى إعادة انتخابه عام 2018 على غرار سابقيه. وقد تزامن وصول كيتا للسلطة عام 2013 مع اضطراب الوضع الأمني في الشمال جراء سقوط عدد من المدن بأيدي الجماعات المسلحة، وهو ما استدعى تدخلا فرنسيا، كما نشرت الأمم المتحدة أزيد من 10,000 جندي بالبلاد. ولا يزال الوضع الأمني بالشمال والوسط يشكل تحديا كبيرا أمام الاستقرار والتنمية في العديد من مناطق البلاد. مغاربيا، أعلن رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني أن الحكومة بصدد القيام بإصلاحات وصفها بالمهمة تشمل مجالي الصحة والتعليم. وعبر العثماني عن حرص الحكومة على تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بالتربية والتكوين لـ 2015-2030. نتابع المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. أوضح رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني أن حكومته بصدد القيام بإصلاحات مهمة خصوصا ما يتعلق بالتعليم والصحة، الملفين اللذين يحتاجان إلى دعم مادي وإلى موارد بشرية من أجل رفع الجودة. وبخصوص التعليم، قال رئيس الحكومة خلال افتتاحه اجتماع مجلس الحكومة الخميس في الرباط إنه حريص على تنفيذ الرؤية الاستراتيجية للتربية والتكوين 2015-2030. وأشاد رئيس الحكومة بالجامعات التي انخرطت في هذه الورش التي ستمكن من تخريج مدرس المستقبل عبر تكوين خاص، مبديا استعداده لتسهيل وتسريع كل المبادرات الرامية إلى تحسين جودة التعليم والصحة في المغرب. وقال رئيس الحكومة إنه تم إرساء منظومة إصلاح تهدف إلى التقائية البرامج الاجتماعية ستمكن من الوصول إلى صورة واضحة لهذه البرامج الموجهة لفئات مختلفة. كما أكد من جهة أخرى أن الحكومة تنكب على ورش لتعميم التغطية الصحية على المهن الحرة وعلى غير الأجراء، والبدء ببعض المهن المنظمة، علما أن المشروع يتوجه إلى 10 ملايين شخص.
وبخصوص برامج تقليص الفوارق المجالية الذي انطلق في يوليو 2017، فقد أبرز العثماني أنه خلال هذه السنة ستظهر النتائج الأولى للتنفيذ، إذ خصص له مبلغ 8 مليارات درهم من سنة 2018، وهو مرتبط بالطرق والمستشفيات والتعليم وغيرها من الخدمات الأساسية. وشدد رئيس الحكومة على اهتمامه بورش الإدارة والحكامة وعزم الحكومة على الشروع في تنفيذ الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، وأيضا تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. وأما على المستوى الاقتصادي فقد أشار إلى نشاطين هامين يتعلقان بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإخراج الميثاق الجديد للاستثمار من أجل إعطاء دفعة للاستثمار الوطني والأجنبي في البلاد. احتج عدد من سكان حي الفلوجة في العاصمة نواكشوط أمام القصر الرئاسي بالعاصمة نواكشوط مطالبين بإنصافهم جراء ما وصفوه الظلم الذي قالوا إنهم تعرضوا له، حيث تم هدم المساكن التي يقطنون. وقال المحتجون إن موسم الأمطار بات على الأبواب وإنهم بحاجة إلى توفير مساكن لهم بعد 5 أشهر على هدم مساكنهم. احنا مجموعة من سكان الفلوجة عندنا باتشات رسميين وبديارنا هنا اللي اقترض على باتشو وبنى وساكن، ونصلت علينا مجموعة من لادي والوزارة وحطمت بيوتنا من اللي الورقة 5 أشهر، وإحنا قعود في العراء والشمس الحارقة والسحاب قريبة وصولها لنا. على أساسها نختار الحكومة تنصفنا، على الأقل تمشينا معاينة اللي نشوف وضعنا اللي إحنا فيه وتقلع عن الظلم اللي دهم. وفينا اللي ما فات نقاتلوا أي باط كلمة واحدة، والآن طالبين منها من شيء سوى وشنو ما هو تجي تعاين وضعنا اللي احنا فيه وتنزعنا عن الظلم اللي هو وتو احنا بطشاتنا شرعيات، وهذا التحايل ما لنا قابلين. ومبلقين الحكومة الوزارة اللي جيناها قالت لنا نقيسوا المفتش، والمفتش للأمانة الرواية ما بيستجاب لها، ملفنا ما بيسلموا قاع الا ما بيسلموا. وكذلك رئيس لادي اللي هو علي سالم والمناه واللي نفس الشيء، او باتشات معدلان اني ناسيوه بشيء ما لنا عالمين به، ما دون انذار سوى وشنو جاء. كرمت محضرة الرسالة لحفظ القرآن الكريم وتدريس علومه تلاميذها المتفوقين، وذلك خلال أمسية نظمتها في العاصمة نواكشوط وحضرها عدد من الأساتذة وأهالي التلاميذ. ومن بين المكرمين بعض التلاميذ تمكنوا من حفظ القرآن خلال دراستهم بالمحضرة التي تمزج بين التعليمين التقليدي والعصري. بالنسبة للمؤسسة، مؤسسة المحضرة تجمع بين النظام التقليدي المعروف المتمثل في تحفيظ كتاب الله عز وجل وجملة من النصوص. هذه النصوص تشكل الشخصية، شخصية الطفل والشاب والمراهق والبنت المتكاملة إن شاء الله تعالى. ففيها جانب يتعلق بالنحو متمثل في تدريس كتاب عبيد ربه المعروف عندكم، وفيها جانب يتعلق بالفقه متمثل في تقرية ابن عاشر، وفيها جانب متمثل في عقيل عقيدة وتصحيحها والإيمان وبنائه. وقد اختارت المحضرة جملة معتقد السلف الصالح لمحمد سالم العدود رحمة الله عليه، وفيها جانب متعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم متمثل في قرة الأبصار في سيرة المشفع المختار، وفيها جانب متعلق بآداب التلاوة، وجانب متعلق بالتجويد مقرر الجزرية. والحمد لله تلاميذنا اليوم يحفظوا ما بين 600 إلى 700 بيت من هذه النصوص الخمسة. احتفت الدفعة 8 من مسلك الدراسات العربية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة نواكشوط العصرية احتفت بتخرجها منهية بذلك المرحلة الأولى من مراحل التعليم الجامعي في البلاد. وقد شارك في حفل التخرج المنظم بنواكشوط عدد من الأساتذة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية إضافة إلى بعض ذوي الطلاب الخريجين. أجدني مشتتا على متن خطوط كثيرة لأخرج من هذا التماهي متقنصا سيمفونية تستوعب كل ما تسربه خلجاتنا من إيحاء للتعبير عما تكدسه اللحظة من شجون يمتد إلى الماضي، ومن فرحة تتعب أنفاس الحاضر، ومن احتمالات تطبعها ضبابية المستقبل. إنني باسمي وباسم طلاب الدفعة 8 من مسلك الدراسات العربية نظام الأمداء لنصدح ملء حناجرنا شكراً لله أولاً وثانياً
أن ذلل لنا مستصعبات الأمور ووفقنا إلى بلوغ هذا الموقف، ثم إننا لنقف إجلالاً لهؤلاء الأساتذة الأجلاء، إنهم نجوم رافقوا ليلنا فزينت بهم سماؤهم، لكي لا يجد القتام سبيلاً نحو وجهتنا، إنهم زارع المعارف، تلك الثمار التي لا يعكر صفوها تغير المناخ ولا شحوب التربة. كرمت جمعية الكرامة الخيرية الفائزين في مسابقتها حول القرآن الكريم، والتي شهدت مشاركة عشرات الطلاب من مختلف المحاضر الموريتانية. وقد أشاد القائمون على الجمعية خلال أمسية في نواكشوط بأداء المتسابقين وبالظروف التي جرت فيها المسابقة القرآنية. وتهدف الجمعية من خلال هذه المسابقة للرفع من أهمية العلم وما يمثله في حياة الفرد والمجتمع، وكذلك لفت الانتباه إلى المحاضر التي كانت تشكل البيئة الأولى للتعليم في بلاد الشقيق، ولتشجع الطلاب على تعليم القرآن وعلومه، وتشجع أساتذة المحاضر على نشره وتدريسه. أيها السادة والسيدات، أيها الجمع الكريم، لقد مر برنامج المسابقة بأربعة مراحل، ثم في المرحلة الأولى منها اختيار المحاضر، ثم بعد ذلك فرز المتسابقين في مرحلة ثانية، وعرفت المرحلة الثانية والرابعة تصفياتهم، بذل فيها الطلاب جهدا تنافسيا كبيرا بين ليتحدد بين ذلك فرسان المسابقة الذين احتلوا المراكز الأولى وهم ستة، وها نحن نحتفي اليوم بهؤلاء الطلبة المتفوقين لتكريمهم بما. نظمت محضرة الفتح القريب ندوة بمنطقة تنويش حول الأسباب والنتائج والعبر من غزوة أحد، شارك فيها عدد من المشايخ والشعراء والأدباء. هذا وقد تضمنت الندوة محاضرات وإنشادات مديحية وإلقاءات شعرية. نحن نرى أننا نحتاج إلى كل السيرة، لكن بعض الأوقات نرى أن حاجتنا أشد إلى بعض المواضع منها، كما هو حالنا مع القرآن. نحتاج إلى كل القرآن، لكننا أحيانا وحسب أحوالنا وحسب ما نمر به نرى أن هنالك نصوصا تقع موقعها وتؤثر تأثيرا قويا، فإذا تذكرت واستعملت انتفعت الأمة، ولعل من أقوى أمثلة ذلك ومما له صلة بأحد. إلى الشأن الفلسطيني، حيث تسببت طائرات ورقية أطلقت من قطاع غزة المحاصر في اندلاع 17 حريقا ببعض المستوطنات الإسرائيلية تستغلها سلطات الاحتلال للزراعة. وكانت وسائل إعلام عبرية قد تحدثت قبل يومين عن أن الطائرات الورقية قد أحرقت 5000 دونم من الحقول الزراعية، كما تسببت في خسائر أخرى للغابات والمحميات الطبيعية. المزيد في سياق هذا التقرير. اندلع 17 حريقا بمستوطنات غلاف غزة منذ صباح السبت بفعل طائرات ورقية وبالونات العودة التي أطلقت من القطاع. وأفادت الإذاعة العبرية بأن طواقم لإطفاء الإسرائيلية هرعت إلى أماكن اشتعال النيران لإطفائها في ظل استمرار العجز الإسرائيلي عن مجابهتها. ووفقا لموقع حدشوت 24 الإسرائيلي، فإن حريقا اندلع بالقرب من قاعدة للجيش الإسرائيلي في المجلس الإقليمي أشكول بفعل بالون حريق أطلق من غزة، كما اندلع حريق بين سيدري تونوم وآخر في منطقة كيوسوفيم. وقبل يومين ذكرت إذاعة كان العبرية أن خسائر الاقتصاد الإسرائيلي نتيجة طائرات غزة الورقية بلغت حتى الآن نحو 8.5 مليون شيكل، وهو ما يعادل حوالي 2.5 مليون دولار. وأفادت أن هذه الطائرات أدت إلى إحراق 5000 دنم من الحقول الزراعية وإتلاف معدات زراعية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مضيفة أن هذه البيانات لا تشمل الأضرار التي لحقت بالغابات والمحميات الطبيعية والبنى التحتية الأخرى. ونجح الشبان الفلسطينيون في غزة في تحويل الطائرات الورقية والبالونات منذ إطلاق مسيرة العودة وكسر الحصار في 30 من مارس إلى أداتي مقاومة شعبية في مواجهة الاحتلال، بعد ربط علبة معدنية داخلها قطعة قماش مغمسة بمادة قابلة للاشتعال
في ذيل الطائرة والبالون، ثم إشعالها بالنار وتوجيهها بالخيوط إلى أراضي زراعية قريبة من مواقع عسكرية إسرائيلية. وتسبب تلك الطائرات والبالونات في احتراق مساحات واسعة من أراضي المستوطنين المزروعة بالقمح والشعير، وكذلك في احتراق مئات الدنومات من الغابات، ما كبد الاحتلال خسائر مالية كبيرة. ويربط مطلق بالونات العودة نضالهم هذا بتنبيه العالم لمعاناة قطاع غزة الذي يرصف تحت حصار إسرائيلي مطبق منذ 12 عاما، ومعه ساءت الحياة اليومية للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة. إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل نهاية هذه النشرة وقد تابعتم فيها. المنظمة الشبابية لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تطلق مؤتمرها الرابع في نواكشوط تحت شعار بالشراكة نحقق الريادة. حوادث السير تحصد أرواح المواطنين بشكل شبه يومي خصوصا على الطريق الرابط بين نواكشوط وبعض مدن الشرق. حملة انتخابية في مالي تمهيدا للانتخابات الرئاسية المرتقبة، حيث يتنافس 24 مترشحا بينهم الرئيس الحالي. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.